تأكيد معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب أن موقف مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في المؤتمر 31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أشارت من خلاله زينل في كلمتها إلى أن تلك الممارسات المدانة تمثل واحدة من أبشع صور الاعتداءات على الحق الإنساني وتضع الضمير العالمي على المحك للالتزام بواجباته التي تنطلق منها الأديان السماوية كافة والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتعد مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، ومن المؤكد أنها كفيلة لجر المنطقة إلى مستويات جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن ككل. شددت معاليها على الرفض المبالغ والاستنكار القاطع للاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل من قبل السلطات الإسرائيلية، والاستفزازات الحاصلة ضد أبناء القدس وإخلاء منازلهم والاستيلاء عليها خصوصا في حي الشيخ جراح وما يرافق ذلك من محاولات دائمة لتغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس الشريف، الأمر الذي ينطوي عليه نتائج خطيرة تمثل تقويضا لفرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.